شوف اليوم ثلاثة أريد. أنا أنطيك ثلاثة مو ما راح أنطيك. نعم. بس اليوم أنا من راح أنطيك ذول الثلاثة هذا نقد بناء. اليوم أنا من راح أذكر اسمه خل هو يحاربني ويغير من محتواه. أحسنت. وبنفس الوقت اليوم أجي واحتمال جايبه وياي باللقاء بغير برنامج أو فد شغلة وراح أفتخر بي. نعم. كل شيء ما عندهم الله شاهد، أي علاقة ما عندي بيهم، أي شيء ما متواصل وياهم. فهواي من المشهورين على تطبيق التيك توك، رقم واحد إيناس الخالدي. تمام. رقم اثنين تحيات المتابعيني وللناس اللي بمحافظة ديالة كلهم على الرأس. أكو أنا أساميهم ما أعرفهم الله شاهد، يعني مو استصغارا بيهم، بس يعني أكو ثلاث شخصيات بديالة يعني صورون رئيسهم هو اسمه ما رئيسهم قدوة الملقب بسعلوسة. ها هو اسمه قدوة. هو اسمه قدوة. تمام. ملقب سعلوسة اللي ويا يعني عندنا أطفال عندنا عوائل تباوع هذا التطبيق. اليوم زحمة من أكو هواي شغلات ما يصير اليوم يشوفوها. تمام. بس أقاطعك بموضوع بعيداً أنه أنا بموضوع دفاع عنهم لا الله شاهد، لكن أكو محتوى مسيء أكثر، ألفاظ بديئة جداً. مو اليوم أنا يعني أحس ما ماخذين حريتهم يعني طبيعي. لا صح، ده يطرح للمجتمع اللي معروف هنا هسه اللي موجود اللي هسه بوقتنا الحاضر اللي قاعد أشوفه قدامي، يعني مع احتراماتي لك سيد كبير أكبر من يمي بمرتين بعمري، تمرغث بالقاع ليش؟ شنو السبب؟ سبب أنه أنشر هذا الفيديو على تطبيق التطبيق كواي على مود أنه حصل فلوس أنه أنا أظل أتقلب بالقاع؟ شنو السبب؟ يعني أنا اليوم عندي عائلة، باكر ابني يكبر يشوف هذا الفيديو، أهل صح، أقرباء أصدقاء صح. أنا معاك، لكن مو كنت مدافع، كنت أقول أكو محتوى مسيء أكثر صح؟ هسه أنا طلعتك اثنين بعد واحد، أنا أعرف من راح تقول لأنه أنا ذكرتك به. أي هم اثنين بعد أنا عندي، بس يعني اللي أختاره من يومهم المسيء أكو فد منو؟ كيمو. تمام. خلينا نغادر هذا الموضوع.